وزير الخارجية يزور بلجيكا حاملا رسالة من الرئيس السيسي لرئيس المجلس الأوروبي. تواصل ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وزير التعليم يؤكد أن انتشار الشائعات هدفه تصدير رأي عام مضاد لتطوير التعليم. أستراليا تؤكد انسحاب آخر جنودها من أفغانستان، والهند تجلي موظفيها من البلاد وسط زحف طالبان. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش، ساعة إخبارية شاملة على نيل الأخبار. أهلا بكم وإلى تفاصيل هذه الجولة. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري اليوم زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه من المقرر أن يعقد الوزير شكري خلال الزيارة لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واجتماعات ثنائية مرتقبة مع عدد من وزرائه الأوروبيين وكبار المسؤولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. انضم إلينا المزيد من المتابعة عبر الهاتف سيادة العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. بعد التحية سيادة العميد دكتور سمير راغب، كيف تقرؤون زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ودلالات التوقيت؟ تحياتي لحضرتك أستاذ ريهام. لا شك أن الاتحاد الأوروبي هو أولا من أحد أكبر مراكز صناعة القرار في العالم. الجانب الاوروبي هو الجار لينا لان احنا متشاطئين مع دول الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي له دول، سواء كانت الدول الدائمه العضويه فرنسا وهي موقفها يعني داعم لمصر. البيان اللي اصدره الاتحاد الاوروبي ما قبل جلسه مجلس الامن الحقيقه سبق الحقيقه الجلسه بموقف يعني بدين التصرفات الاحاديه الاسيوبيه، ويعني بيأكد على حقوق مصر والسودان في عدم الضرر، ومن ناحيه اخرى يعني بيطرح رؤيه لتسويه سلميه ومحفزات للدول الثلاثه. فيعني كان دوره الحقيقه اقوى من باقي يعني مراكز القرار زي امريكا او روسيا او الصين، طبعا بريطانيا خارج الاتحاد، بالاضافه طبعا ان في دول من الاتحاد أعضاء زي النرويج، زي إيرلندا، إستونيا، بالإضافة للدولة دائمة العضوية. فبالتالي هو له يعني كتلة تصويتية داخل مجلس الأمن. إحنا بنحتاج 9 أصوات، طبعا في صوت مضمون اللي هو صوت تونس، فأي أصوات هنحشدها بتقربنا من 9 أصوات إحنا والسودان اللي نقدر ناخد قرار من المجلس على المشروع التونسي باستمرار التفاوض بسقف زمني وتحت مظلة مجلس الأمن، ولكن برعاية مباشرة للاتحاد الأفريقي، وده مقترح وافقت عليه الحقيقة مصر والسودان. بالإضافة لأن الاتحاد الأوروبي بيرمي ثقله وهيرمي ثقل أكبر عشان حال نشوب صراع هو اللي هيتضرر من الهجرة غير الشرعية، سواء كان من أثيوبيا نتيجة هشاشة الدولة وربما تنهار الدولة في أي صراع مقبل، والسودان في حال إن يعني حالة الجفاف المحتملة أثرت، ومصر طبعا لأن كل مليار متر مكعب بنفيده في 300,000 بيفقد فرصة عمله، اللي بيجعل يعني بعد توقف الهجرة غير الشرعية من مصر سواء كانت معبر أو مصدر أو ممر، مع ضغط الأعداد البطالة ومع يعني التبعات المحتملة من السد، سواء من الجفاف أو العطش أو حتى انهيار القنبلة المائية، فالاتحاد الاوروبي بيرمي بثقله. ومش كل الامور على فكره، يعني الامم المتحده هي المنظمه الاعلى، لكن في اشياء كتير بتتحل خارج الامم المتحده. ونظر عدم التوصل الى التسويه المنشوده في هذا الملف بالتاكيد لن تلقي بظلالها فقط على الدول المتضرره، على المنطقه المحيطه، ولكن ربما على العالم باكمله من خلال الاتحاد الاوروبي اولا. صحيح. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر العميد سمير راغب على هذه المداخله.
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشيرا إلى أن مصر لن تتنازل عن أي نقطة مياه من حصتها في نهر النيل. جاء ذلك خلال حوار مفتوح حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر في ظل التحديات المائية بحضور الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. نطمن الناس على جاهزية الدولة للتعامل مع أي سيناريو أو أي احتمال، الدولة جاهزة للتعامل مع مختلف أجهزتها. وزارة الموارد المائية والري بتشتغل في الجزء الفني، بنأمن المية للناس، بنوفر المية للناس، بندير المية من وهي سحابة في أعالي النيل. مصر لن تعطش أبداً، هكذا بدأ المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام لوسائل الإعلام المختلفة لتؤكد على تمسك مصر بحقوقها المائية في نهر النيل. المؤتمر الذي عقد بالقناة الخيرية أول منشأ مائي لتنظيم مياه النيل، أكد فيه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إن الدولة بكل أجهزتها مستعدة لإدارة ملف سد النهضة بكل تحدياته. إحنا ما بنهزرش، احنا كل حاجة متابعينها، كل صغيرة وكبيرة متابعينها. سد النهضة او السد الاثيوبي فيه عيوب، وعيوب جسيمة، عيوب اعلنت وعيوب لم تعلن، فدي حاجة تانية كمان لازم الناس تعرفها. الحاجة التالتة، الدولة شغالة بكل اجهزتها شغالة على مدار الساعة، وهتاخد القرار في الوقت اللي يناسبها والقرار اللي يناسبها. فاحنا ما نبقاش في حالة اندفاع او ضغط، احنا لا، الدولة عارفة بتعمل ايه، وكل جهة من جهات الدولة عارفة بتعمل ايه، واحنا مش هناخد اي قرار الا القرار اللي يناسبنا وفي مصلحة الدولة المصرية. رئيس المجلس الأعلى للإعلام شدد على أن حقوق مصر محفوظة، ومصر تمتلك حق الدفاع الشرعي عن النفس إذا كان هناك أي خطر يهدد حقها المائي. رسالة طمأنة وثقة كبيرة في الدولة المصرية وقدرتها على إدارة هذا الملف. رئيس الدولة الذي استطاع أن ينقذ مصر من أنياب جماعة إرهابية جاءت تحكمها لمدة نصف قرن، قادر على أن يضع كل الحلول الممكنة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. وفي نهاية الحوار المفتوح أكد الحاضرون إلى أن مصر تمتلك العديد من البدائل التي سيتم التحرك بها وفق خطة استراتيجية محددة ومدروسة. مصر لن تتنازل عن أي نقطة مياه في حقها بمياه النيل، تأكيد خلص إلي هذا المؤتمر الذي جاء ليؤكد أن الدولة المصرية مستعدة بكل أجهزتها لإدارة ملف سد النهضة ضد التعسف الإثيوبي. محمد الخطيب، النيل. يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الشعب الأدبية للعام الدراسي 2020-2021 امتحان اللغة العربية بنظام الكتاب المفتوح بإجمالي عدد 257,245 طالبا، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بنظام STEM امتحان مادة مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية بإجمالي 255 طالبا، ويؤدي طلبة الثانوية العامة المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية ورقة أولى، وذلك وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة في ظل جائحة كورونا حرصا على سلامة الطلاب. من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن انتشار شائعة جمع حليب بعد امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي أمس والتطول والدعوات السلبية ضد الوزارة هدفه تصدير رأي عام مضاد للتطوير للرجوع إلى الوراء وهدم كل شيء من أجل المكاسب من النظام القديم. وأحذر الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من ادعاءات تسريب امتحان اللغة العربية للشعب العلمية ونشره قبل الامتحان، مشيرا إلى أن هناك من يستغل قلق وتوتر أولياء الأمور لإثارتهم ضد الدولة وضد النظام التعليمي الجديد. للمزيد من المتابعة معنا على الهاتف الأستاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم. تحياتنا لحضرتك أستاذ رفعت. اهلا بك يا استاذ رنا. اهلا بك يا فندم. متابعتك يا فندم لامتحان طلاب الثانويه العامه اليوم الثاني للشعب الادبيه ومسار العمليه الامتحانيه وتاكيدات وزير التربيه والتعليم سواء في هذا الشان او في شان ما اثير من شائعات في الايام الاخيره. اعتقد ان الامور تسير بشكل جيد جدا حتى الان، ف
في ظل نظام جديد يطبق لأول مرة وهو نظام الامتحان بطريقة الاختيار المتعدد وليست الأسئلة والإجابات المقالية كما كان الأمر قبل ذلك. نظام الاختيار المتعدد يتيح لأن الطالب يكون قدامه 60 سؤال في المادة الواحدة، وده ما حدث امبارح والنهاردة في امتحان اللغة العربية، ومطلوب من الطالب بس يسود على إجابة واحدة صحيحة أو دقيقة من 3 اختيارات موجودة قدامه، فمنهم اختيار صحيح 100% ومنهم اختيارين خاطئين. فالطالب اللي مذاكر المقرر بشكل جيد من أول المقرر لنهايته هيجاوب بشكل كويس جدا، أما الطالب اللي كان معتمد على الدروس الخصوصية بس والتنشين على موضوعات معينة كما كان يفعل الطلاب في السنوات الماضية أعتقد أن الأمور لن تكون متاحة له أنه يحصل درجات كثيرة في امتحان الثانوي العام. السنة دي برضو ولأول مرة هيكون التصحيح إلكتروني ومن خلال الماسح الضوئي اللي هيقرأ إجابات الطالب في البابل شيت ويحسبها له بدقة كبيرة جدا تصل إلى نسبة نجاح 100%. ولهذا أنا أتوقع لن يكون هناك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة هذا العام أي طالب سيتظلم نتيجته، لأن هنا ما فيش أي تدخل بشري في امتحانات السنة في تصحيح امتحانات الثانوية العامة. الجديد حضرتك السنة دي كمان بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة إن الطلبة في إجاباتهم على الأسئلة اتدربوا عليها على الإجابة دي 3 مرات قبل بداية امتحان الثانوية العامة امبارح. فالشكل هنا هو الاختيار المتعدد ليس جديدا أو مفاجئا بالنسبة للطلاب، وزي ما شفنا بعض الطلاب اللي مش مذاكرين امبارح يعني إن الامتحان طويل إن الامتحان فيه بعض النقاط الصعبة، ما فيش طبيعي من أي امتحان لابد أن يكون هناك نسبة 10 إلى 15% من الأسئلة لتقييس قدرات الطالب المتميز، عشان أقدر أفرق ما بين المتميز والجيد جدا والجيد لابد أن الأسئلة تكون فيها بعض التركاز اللي بقوله بالتعبير الدارج اللي تقييس قدرة الطالب المتميز. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ رفعت فياض على هذه المداخلة. قال مسؤول أمريكي إن نيرانا غير مباشرة استهدفت القوات الأمريكية في منطقة في كونوكو شرق سوريا، لكن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار. في أحدث هجوم في سلسلة هجمات على أمريكيين في العراق وسوريا في الأيام الأخيرة، قال مسؤول دفاعي أمريكي إن نيرانا غير مباشرة استهدفت القوات الأمريكية شرق سوريا. واستهدف دبلوماسيون وجنود أمريكيون في العراق وسوريا ب3 هجمات صاروخية وطائرات مسيرة مؤخرا، بما في ذلك 14 صاروخا على الأقل أصابت قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية، مما أدى إلى إصابة عسكريين أمريكيين 2. وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها على الفور عن تلك الهجمات، قال تقارير إنها كانت جزءا من حملة لفصائل مسلحة مدعومة من إيران، بينما نفت طهران دعمها للهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، وأدانت الهجمات الجوية الأمريكية على فصائل عراقية مسلحة. وتوعدت فصائل عراقية مسلحة متحالفة مع إيران بالرد بعد أن قتلت هجمات أمريكية على الحدود العراقية السورية 4 من أعضائها الشهر الماضي، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيربي إن تلك الفصائل تستخدم أسلحة فتاكة، ما يعد تهديدا خطيرا على المصالح الأمريكية بالمنطقة.
يزور سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق اليوم المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتأكيدا على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين وحرص القيادتين على توثيق الروابط المشتركة بينهما. من المقرر أن يرافق السلطان هيثم عدد من الوزراء، من بينهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، ووزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، ووزير الخارجية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. أكد وزير الدفاع الأسترالي اليوم انتهاء مشاركة بلاده في الحرب الأفغانية المستمرة منذ 20 عاما، كما أعلنت الهند إجلاء جميع طواقمها المتمركزة في قندهار ثاني أكبر أقاليم البلاد على متن رحلة خاصة، وسط زحف طالبان إلى الإقليم وارتفاع وتيرة القتال والعنف بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية. اشتبكت القوات الأفغانية ومواطنون مسلحون مع مقاتلي حركة طالبان على مشارف قندوز في محاولة لطردهم خارج المدينة، ووفقا لقائد عسكري أفغاني تم تكبيد طالبان خسائر فادحة. القوات الأفغانية جاهزة للدفاع عن بلادها، وخلال الأيام القليلة الماضية شن العدو هجوما ضخما على مدينة قندوز، لكنه واجه مقاومة شديدة من القوات الأفغانية، ونتيجة لذلك مني العدو بخسائر فادحة. وحقق مسلح الحركة تقدما لأسابيع، حيث تسارعت هجماتهم مع انسحاب الولايات المتحدة من قاعدتها الرئيسية قاعدة باجرام الجوية، بما ينهي فعليا 20 عاما من التدخل الأمريكي في البلاد. رسالتي إلى مواطني قندوز أنه لا يجب أن تقلقوا بشأن الوضع، لن يحدث شيء، نحن جاهزون للدفاع عن أراضينا، أوقفنا العدو ولن يستطيع فعل شيء. من ناحية أخرى أكدت السلطات الأفغانية أنها تعتزم استعادة معبر إسلام قلعة الحدودي الأهم مع إيران غداة استيلاء حركة طالبان عليه. ووفقا للمتحدث باسم حاكم ولاية هيرات، تستعد السلطات لنشر قوات جديدة لاستعادة إسلام قلعة أكبر معبر تجاري بين إيران وأفغانستان. كانت طالبان قد أعلنت سيطرتها على 85% من أراضي البلاد، مستكملة بذلك قوسا يمتد من الحدود الإيرانية إلى الحدود مع الصين. أعلنت وزارة الصحة خروج 432 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 217756 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحللها للفيروس ووفاة 15 حالة السبت. وبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر 282985 حالة إصابة و16383 حالة وفاة. بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتين بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتين بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.
يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. تخطت حصيلة الإصابات الخاصة بفيروس كورونا المستجد حول العالم منذ ظهوره 187 مليونا، كما تجاوزت حصيلة الوفيات 4 ملايين حالة، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات الذي تخطى 622 ألفا، تلتها الهند بأكثر من 408 ألف حالة وفاة، ثم البرازيل في المرتبة الثالثة بتسجيلها نحو 533 ألفا. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يمتلك كمية من اللقاحات تكفي لتطعيم 70% من السكان البالغين ضد فيروس كورونا الذي يتواصل من خلال متحورته دلتا في تفشي على مستوى العالم. على جانب آخر، سجلت الولايات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا عددا قياسيا يوميا جديدا تجاوز 750 وفاة. لا تزال سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا تؤرق العديد من الدول مسجلة أرقاما قياسية من الوفيات والإصابات. روسيا سجلت رقما قياسيا جديدا للوفيات اليومية وصل إلى 752 حالة، فيما تخطى عدد الإصابات اليومي 25 ألف إصابة مقارنة ب 9000 في أوائل يونيو الماضي. ورغم زيادة في أعداد الإصابات والوفيات، قال الكريملين إنه لا توجد خطط لفرض إغلاق آخر مثل الذي شهدته البلاد في ربيع العام الماضي، وذلك لتجنب الإضرار بالاقتصاد. في مالطا أقدمت البلاد على خطوة جديدة تقضي بمزيد من القيود على دخول الجزيرة المتوسطية في محاولة لوقف الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأعلن وزير الصحة عدم السماح بدخول البلاد اعتبارا من 14 من يوليو الجاري إلا للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، ولن تعترف بالتحاليل السلبية أو شهادة تعافي من الفيروس. سنكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة. نحن نقوم بذلك حيث أنه في الأيام القليلة الماضية تركزت المشكلة على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم والأشخاص القادمين من خارج البلاد، لذلك سنتخذ هذه الخطوة لحماية أبناء المجتمع وصحتهم وكذلك لحماية الإجراءات الأخرى القائمة. وفي بريطانيا بدأت الأمور أكثر تفاؤلا، حيث أكد رئيس فرع شركة فايزر في المملكة المتحدة أن الحصول على جرعتين من لقاح فايزر بايونتك حقق مستوى جيدا من الحماية للبريطانيين وساهم في المضي قدما في تخفيف إجراءات الإغلاق. ما خلصنا إليه من البيانات التي توفرت لدينا وما نتجه إليه من تخفيف للقيود في 19 من يوليو الجاري يؤكد أننا وصلنا إلى مستوى جيد من الحماية، ولهذا فأنا أشعر بالرضا عن الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية. وتشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من 90% من البالغين في بريطانيا حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما يقرب من 65% على جرعتي لقاح. في غواتيمالا أعلن مركز عمليات الطوارئ في مدينة سان مارتن غيلو عن إجراءات وقائية صارمة بهدف وقف عدد الإصابات المحلية. مع تسجيل السلطات في غواتيمالا زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بالبلاد، أعلن مركز عمليات الطوارئ في مدينة سان مارتن غيلو تيبك عن إجراءات وقائية صارمة بهدف وقف عدد الإصابات المحلية. وهذه البلدية التي يبلغ عدد سكانها 90,000 نسمة وتقع على بعد 50 كيلومترا شمال العاصمة، هي الوحيدة التي اتخذت إجراءات صارمة للحد من تفشي مرض كوفيد-19. وفي ظل سريان إغلاق كلي بالمدينة، سيتعين على كل السكان البقاء في منازلهم، ولن يتم السماح للأفراد من خارج المدينة بدخولها، كما لن يتم السماح بنشاط تجاري في الأسواق والبنوك.
وسيقتصر عمل المطاعم على تقديم الوجبات السريعة مع السماح بالتوجه لشراء الأدوية والسلع الأساسية الضرورية، بينما تم إلغاء الأنشطة الرياضية والدينية والاجتماعية. كل هذه الأعمال وبالأساس السوق، حيث التجمعات سيلزم أن تظل مغلقة باستثناء تلك المتعلقة بالأدوية والأغذية. وكانت سان مارتن جيلو تيبك قد سجلت أكثر من 500 حالة إيجابية بالفيروس ووفاة 13 شخصا، وقامت السلطات المحلية بتطعيم أكثر قليلا من 2000 شخص، أي أقل من 3% من سكان هذه المدينة. أعلنت ليتوانيا اعتزامها بناء جدار حدودي مع بيلاروسيا لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الدولة السوفيتية السابقة للوصول إلى أراضيها. في محاولة لمنع المهاجرين من دخول أراضيها، أعلنت ليتوانيا اعتزامها بناء جدار حدودي مع بيلاروسيا لوقف تدفق المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط الذين يعبرون الدولة السوفيتية السابقة للوصول إلى أراضيها. وبدأت ليتوانيا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو في وضع أسلاك شائكة على الحدود لردع المهاجرين ومعظمهم من الشرق الأوسط وإفريقيا، واحتجز حرس الحدود في ليتوانيا هذا العام أكثر من 1500 مهاجر وصلوا من بيلاروسيا مقارنة ب 81 عام 2020. وتصاعد التوتر بين مينسك وفيلنيوس العام الماضي بعدما أصبحت ليتوانيا مركزا للمعارضة البيلاروسية. وفي زيارة إلى الحدود الليتوانية صرح شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي بأن هناك شكوكا في أن الحكومة البيلاروسية متورطة في تدفق المهاجرين على ليتوانيا، وقال ميشيل إن أوروبا تدرك ما يفعله النظام البيلاروسي. وتكافح ليتوانيا التي يبلغ عدد سكانها 2,800,000 نسمة لاستيعاب هذا الارتفاع غير المسبوق في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، وقد فشلت إلى الآن في إعادة أي من الوافدين الجدد إلى بيلاروسيا، كما يقوم الجيش الليتواني حاليا بتوسيع المعسكرات التي أنشئت لاستيعاب المهاجرين. وقالت مينسك الشهر الماضي إنها علقت مشاركتها في الشراكة الشرقية، وهي مبادرة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه من دول الاتحاد السوفيتي السابق بعدما فرضت بروكسل عقوبات جديدة على بيلاروسيا. وأكدت الخارجية البيلاروسية أن تعليق الاتفاقية سيكون له تأثير سلبي على مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، حيث إنه لبيلاروسيا حدود مشتركة مع الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي بولندا وليتوانيا. نتواصل معكم على مدار هذه الساعة الإخبارية الشاملة ومن أحدثنا بعد فاصل الأمل والأعمال. في الذكرى السنوية لمعاهدة التعاون بين البلدين، زعيما كوريا الشمالية والصين يتعهدان بزيادة التعاون في مواجهة ما وصفاه بالعداء الخارجي. ونتحول الآن للجولة الاقتصادية بصحبة الزميلة حنان الخولي. لك حنان، أهلا بك. شكرا لك ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الاقتصادية وأهم ما فيها. وزارة السياحة تعلن أن مصر استقبلت أكثر من 3.5 مليون سائح هذا العام من مختلف الجنسيات. قالت نائب وزير السياحة والآثار غادة شلبي أن مصر استقبلت أكثر من 3.5 مليون سائح هذا العام من مختلف الجنسيات حول العالم، منهم السياحة الروسية. وأشارت شلبي لأن عودة السياحة الروسية ستفتح الطريق لجنسيات أخرى لزيارة مصر، متوقعة زيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة بعد قرار رئيس الوزراء بزيادة نسبة الإشغال في الفنادق من 50% إلى 80% باعتباره قرار إيجابي سيزيد من نسبة الإقبال السياحي.
أكد الدكتور محمد معيط وزير مالية أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري لاقت إقبالا ملحوظا من المصدرين منذ فتح باب تلقي الطلبات الأحد الماضي، مضيفا أن الوزارة تلقت طلبات لنحو 600 شركة مصدرة ترغب في الاستفادة من المبادرة، بما يسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا. أضاف الوزير كذلك أن الوزارة مستمرة في تلقي طلبات الشركات الراغبة للانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالوزارة حتى 29 من يوليو 2021 بنفس شروط المرحلتين السابقتين، على أن يتم الصرف في آخر سبتمبر المقبل حتى نهاية أكتوبر 2021 بخصم تعجيل سداد 15%. عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ودكتور محمد معيط وزير مالية اجتماعا لمناقشة الموضوعات المشتركة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة ووزارة المالية، وذلك في مجالات مختلفة منها الضرائب والدعم النقدي وإيجاد سبل لفض التشابكات المالية والمديونيات بين الجهات الحكومية. وأشار الجزار إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية. استعدت وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى من خلال طرح كميات كبيرة من رؤوس الماشية لزيادة المعروض بالأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار، حيث انتهت إدارة التسويق بقطاع الإنتاج من تحديد أسعار الأضاحي الحية بحيث تقل عن مثيلاتها في السوق الحر. هذه المنافس توفر أضحية بجودة عالية تتمثل في أعلاف مطابقة للمواصفات البيطرية ونظام غذائي يحقق نسبة عالية من اللحوم، كل هذا في منافس وشوادر وزارة الزراعة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية. المواطن طبعا بينزل للإدارة بتاعتنا في الدقي، بياخد إيصال حجز، بيدفع مقدم حجز، بيدفع 1500 جنيه للحجز الغنم و 5000 جنيه لحجز الحيوانات الكبيرة، وبعد كده بيجينا هنا بيختار الحيوان بتاعه، بتحط الرقم بتاعه على الوصل، بيبقى كده أمانة عندنا الحيوان لحد يوم الاستلام اللي هو آخر 3 أيام قبل العيد إن شاء الله، بيجي يوزن حاجته ويكمل دفع الثمن وياخد الحيوان ويمشي. الأسعار هنا تقل عن مثيلتها في السوق الحرة، ف50 جنيها هي سعر الكيلو للعجول الجاموسي و57 جنيها هي سعر الكيلو للعجول البقري، فيما جاءت أسعار الضأن ب60 جنيها للكيلو القائم. عندنا كمية أضاحي كويسة جدا بالنسبة لعجول الأبقار والعجول الجاموس. عندنا الأبقار بتتميز عن برة بأن نسبة التصافي بتاعتها عالية جدا، مفيش أي نسبة دهون فيها تقريبا، بسبب أن احنا عندنا العلف اللي احنا عاملينه، عاملين علف متوازن جدا، بنحسب فيه كويس قوي كميه اللي محتاجه الحيوان، وبنقدر نطلع ذبيحه نموذجيه بالنسبه للتصافي اللحم وعدم وجود دهون في الحيوان نفسه. كما وفرت الوزاره لحوم بلديه بالمنافس بسعر 115 جنيها للكيلو و110 جنيهات للضأن، وذلك في الوقت الذي استوردت فيه الوزاره نحو 96 ألف راس ماشيه بقري و70 ألف راس من الاغنام و6500 طن من اللحوم المصنعه. أضحية بجودة عالية وبمواصفات تتناسب مع ذوق المستهلك وبأسعار تقل عن مثيلتها في السوق الحر، لتكون وزارة الزراعة بذلك حققت المرجو منها وهو زيادة المعروض للسيطرة على الأسعار. من مزرعة جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، أشرف مبارك، النيل. ونتحول إلى أسواق المال، حيث تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي حتى منتصف تعاملات اليوم مستهل لتداولات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع للمستثمرين المصريين قبلتها مشتريات المستثمرين العرب والأجانب. وقد بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 656.1 مليار جنيه، وتراجع مؤشر البورصة الرئيس إي جي إكس 30 بنسبة 0.27%، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة متوسطة إي جي إكس 7 بنسبة 0.32%، وبلغت خسائر مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا ما نسبته 0.39%.
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الحكومة تعمل على إدخال الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء قريبا. أضاف الكاظمي في بيان أن العراق اعتمدت سياسة تعدد مصادر تصدير الكهرباء والبحث عن طرق عديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية لا للاعتماد فقط على الغاز. أشار أن مجلس النواب استقطع أموالا كانت مخصصة للكهرباء في الموازنة، متمنيا أن لا يتحول قطاع الكهرباء إلى ساحة للصراع السياسي والانتخابي. نتحول إلى ليبيا، حيث أفادت وسائل الإعلام الليبية بأن الفرق الفنية في حقل الشرارة النفطي الليبي نجحت بالفعل في رفع الإنتاج اليومي للحقل من 230 ألف برميل يوميا إلى 275 ألف برميل يوميا. جاء الارتفاع بشكل تدريجي بعدما قامت شركتي وازن وأجيال المتخصصين في مجال النفط بصيانة خط نقل النفط الخام رقم 186 NS، وأضاف أن 45 ألف برميل على الإنتاج السابق. وقد بدأت أعمال الصيانة في حقل الشرارة مطلع شهر يونيو الماضي بعد عمليات تسريب كانت قد أفقدت الحقل وقتها نحو 60 ألف برميل. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالون خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين أو G20 في مدينة البندقية الإيطالية، قالت إن واشنطن قلقة من تهديد متحورات فيروس كورونا لانتعاش الاقتصاد العالمي. أوضحت يالون خلال مؤتمر صحفي أنه في ظل اقتصاد عالمي مترابط فيما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى. كما حثت يالون قادة مجموعة العشرين على تحفيز دعم تقاسم اللقاح. انتهت مشاهدينا النشرة الاقتصادية، شكرا للمتابعة، وعودة مرة أخرى لأخبار السياسة مع ريام. إليك ريام مرة أخرى. شكرا لك يا حنان. إلى تعهدات صينية كورية، حيث تعهد رئيس الصيني جي جين بينغ وزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالارتقاء بعلاقتهما إلى مرحلة جديدة مع احتفال البلدين بذكرى 60 لمعاهدة صداقة بين الجانبين. في الذكرى السنوية لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة بينهما، تعهدت الصين وكوريا الشمالية بتعزيز التعاون المشترك على كافة الأصعدة. وخلال رسائل متبادلة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، أكد كيم على ضرورة تعزيز علاقاتهما في مواجهة ما وصفه بالقوى الخارجية المعادية، فيما تعهد جين بينغ بدفع التعاون المشترك إلى مرحلة جديدة. وأضاف كيم أنه على الرغم من الوضع الدولي بالغ التعقيد في السنوات الأخيرة، تزداد قوة الثقة بين الرفاق والصداقة العسكرية بين بيونغ يانغ وبكين يوما بعد يوم. وعن معاهدة التعاون، قال جين بينغ إن توقيع مثل هذه المعاهدة بين الدولتين العريقتين يعد قرارا استراتيجيا من شأنه تطوير العلاقات السياسية بشكل ينهي سنوات من الحروب بين الشعبين، ليدشن روابط وثيقة وصداقة بين البلدين على المدى الطويل، معتبرا هذه العلاقات أحد أسباب دعم السلام والاستقرار العالمي. وفي رسالته للزعيم الكوري، أشار جين بينغ إلى أنه يعتزم توفير قدر أكبر من السعادة للبلدين عبر تنمية الاقتصاد ورفع المستوى المعيشي لشعبيهما. وتعد الصين الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية منذ توقيع الدولتين على المعاهدة عام 1961، وأدت العقوبات الدولية المفروضة على برامج بيونغ يانغ في مجالي الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية إلى زيادة اعتمادها أكثر من أي وقت مضى على بكين في التجارة وغيرها. يواصل ناخبون في بلغاريا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ستقرر ما إذا كان بإمكان أحزاب معارضة تشكيل الحكومة المقبلة أم لا، بعد هيمنة رئيس الوزراء بويكو بورسوف على المشهد السياسي طوال 10 سنوات. بعد أكثر من 3 أشهر على إخفاق القوى السياسية الرائدة بالبرلمان في تشكيل حكومة ائتلافية، تجري بلغاريا انتخابات تشريعية مبكرة للمرة الأولى في تاريخ البلاد الحديث.
ويحتدم السباق في هذه الانتخابات بين حزب الشعب من أجل التطور الأوروبي لبلغاريا الحاكمة الذي فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات السابقة التي جرت قبل 3 أشهر، وحزب هناك شعب كذلك الذي جاء في المرتبة الثانية في انتخابات إبريل بفارق ضئيل عن الحزب الحاكم، في حين حل في المرتبة الثالثة الحزب الاشتراكي البلغاري. قبل سنوات منذ أن بدأنا مشروعنا السياسي كنا نستعد لما هو على وشك الحدوث الآن، والإجابة نعم، أنا مستعد الآن لتحمل مسؤولية البلاد كاملة، أنا مستعد لكل ما سيحدث مع معرفتي الكاملة بما قد أدفعه من ثمن في مقابل ذلك. ولم تتمكن الأحزاب الثلاثة المكونة للبرلمان من تشكيل حكومة قابلة للحياة، الأمر الذي وضع رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوفا في موقف حرج للمرة الأولى منذ 10 سنوات، خاصة في ظل التظاهرات اليومية التي تشهدها شوارع البلاد، فضلا عن رفض الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان التحالف معه، مما ساعد على تآكل سلطته في الانتخابات الأخيرة. ظنوا أنهم سيخيفونني وأنهم سيخفضون شعبيتي، لكنني أكون أكثر خطورة عندما أكون خائفا. استطلاعات الرأي ترجح أن إعادة الانتخابات يمكن أن تسفر عن نتائج مماثلة، في المقابل تبقى الفرصة ضئيلة أمام بقاء حزب رئيس الوزراء السابق بويكو باريسوفا لفترة رابعة، في ظل مزاعم انتشار الفساد على نطاق واسع خلال فترة حكمه. بلغاريا العضو في الناتو والاتحاد الأوروبي كانت قد تعرضت لانتقادات متكررة لعدم التصدي للفساد وأوجه القصور في سيادة القانون وحرية الإعلام، الأمر الذي عزز حملة مكافحة الفساد التي شنها معارض باريسوفا، وساعدها في ذلك العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي على العديد من المسؤولين وكبار رجال الأعمال بسبب الفساد. لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 26 آخرون في حادث تعرضت له حافلة تقل مهاجرين من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش في شرق تركيا. وقع الحادث في منطقة مرادية بمحافظة وأن قرب الحدود مع إيران، حيث اشتعلت نيران في الحافلة عقب سقوطها في حفرة. وتعد تركيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، وعادة ما يعبر مهاجرون أغلبهم من إيران وأفغانستان وباكستان الحدود الإيرانية إلى تركيا سيرا على الأقدام قبل نقلهم إلى مدن في غرب تركيا مثل إسطنبول وأنقرة. وبانوراما النيل مستمرة مع حضراتكم، وفيها بعد جولتنا في مختلف الملاعب الرياضية المزيد منه. سلطات مدينة تشارلزفيل الأمريكية تزيل تمثالين لقياديين مؤيدين للعبودية. حنان الخولي تعود إليكم من جديد وهذه الجولة في أكثر. أزالت سلطات مدينة تشارلزفيل في جنوب الولايات المتحدة نصبين تذكاريين لقياديين عسكريين مؤيدين للعبودية إبان الحرب الأهلية، وكانت احتجاجات قد نظمت ضد إبقائهما، بينما تظاهرة لدعاة تفوق العرق الأبيض في عام 2017. بعدما يقرب من 4 سنوات من مظاهرة عنيفة للعنصريين البيض، أزالت سلطات مدينة شارلوتسفيل في جنوب الولايات المتحدة نصبين تذكاريين لقياديين عسكريين مؤيدين للعبودية إبان الحرب الأهلية، وبات تمثال الجنرالين روبرت لي وتوماس جاكسون رمزا للعنصرية، علما أن في الولايات المتحدة نصبا تذكارية لعدة أشخاص من زمن الكونفدرالية الأمريكية يقول مؤيدو إبقائها إنها جزء من التراث. واستخدمت رافعة لإزالة التمثاليين اللذين يجسدان رجلين بالزي العسكري يمتطي كل منهما حصانا تحت أنظار حشد مرحب بالخطوة في مدينة فيرجينيا. رئيس بلدية تشارلوتسفيل المتحدر من أصول إفريقية قال إن إزالة هذا التمثال هو خطوة صغيرة نحو تحقيق الهدف بمساعدة شارلوتسفيل وفيرجينيا وأمريكا
في التصدي لخطيئة كان الهدف منها تدمير حياة السود من أجل مكاسب اقتصادية. وكانت التوترات بشأن مصير تمثال الجنرالي قد أدت إلى أعمال عنف في العام 2017 حين دهس قومي أبيض بسيارته حشدا من المتظاهرين في شارلوتسفيل ما أدى إلى مقتل امرأة. واحتشد المتظاهرون احتجاجا على إقامة دعاة تفوق العرق الأبيض تظاهرة ضد مشروع لإزالة تمثال الجنرال لي. وأدت أعمال العنف في شارلوتسفيل إلى تجدد زخم حملة لإزالة رموز الكونفدرالية كانت قد عززت في يونيو عام 2015 إثر مقتل 9 من أصول أفريقية بيد أحد دعاة تفوق العرق الأبيض. واستعادت الحملة زخمها بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد خلال توقيفه على يد شرطي أبيض في ولاية مينيسوتا عام 2020. إلى نظرة سريعة على أبرز أحداث هذه الجولة. وزير الخارجية يزور بلجيكا حاملا رسالة من الرئيس السيسي لرئيس المجلس الأوروبي. تواصل ماراثون امتحانات الثانوية العامة. وزير التعليم يؤكد أن انتشار شائعات هدفه تصدير رأي عام مضاد لتطوير التعليم. أستراليا تؤكد انسحاب آخر جنودها من أفغانستان. والهند تجلي موظفيها من البلاد وسط زحف طالبان. ختام ساعتنا التغطيات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية. نشكر لكم حسن المتابعة، وبعد قليل تتابعون زميلة ليلى عمر. إلى اللقاء. We'll be right back.